المغتربون قادمون لنسهل إجراءات الدخول. هذا المقال للكاتب والخبير الاقتصادي منير دية. يستهل الكاتب مقاله بالقول أكثر من 100 مليار دولار قام المغتربون الأردنيون بتحويلها إلى الأردن منذ عام 2000 وحتى الآن، حيث تقدر قيمة الحوالات السنوية للمغتربين بنحو 4 مليارات دولار. يضيف الكاتب تعتبر الأردن الرابعة عربيا من قيمة حوالات المغتربين من الخارج، حيث تتصدر مصر المرتبة الأولى بنحو 30 مليارا سنويا، وبعدها المغرب ولبنان، ومن ثم الأردن بحسب تصنيف البنك الدولي. يلفت الكاتب إلى أن بعض التقارير تشير إلى أن الأردنيين من أكثر الجنسيات استثمارا في القطاع العقاري والمالي في دبي وأبوظبي، وهناك استثمارات أردنية موجودة في الكثير من دول العالم. يضيف مع اقتراب عودة المغتربين ليقضوا إجازة الصيف بين أهلهم، علينا أن نسهل لهم إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية ونقدم لهم التسهيلات اللازمة لإقامتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم. ينبه الكاتب إلى أنه لم يعقد مؤتمر المغتربين الأردنيين منذ عام 2015، وهناك فرص استثمارية يخسرها الأردن جراء عدم الاهتمام بتشجيعهم على إقامة استثمارات في بلدهم وإعطائهم جملة من الإعفاءات والتسهيلات. للحديث حول المقال وما جاء فيه نرحب عبر الهاتف بالخبير الاقتصادي منير دي. أستاذ منير صباح الخير. يعني هل نتحدث هنا عن مقترح لتقديم تسهيلات استثمارية خاصة للمغتربين الأردنيين؟ صباح الخير يا سيدي، ويعطيكم العافية، جهودكم مشكورة على المتابعة. حقيقة هذا موضوع مهم جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها الأردن. اليوم احنا بنحكي عن المغتربين الأردنيين، لا يوجد لدينا إحصائيات رسمية حقيقية عن أعداد المغتربين، أماكن تواجدهم، حقيقة قيمة الاستثمارات الحقيقية المتواجدة بالخارج للأردنيين. ولكن الأرقام، ضمن الأرقام المعلنة، يوجد لدينا تقريبا 1 مليون مغترب أردني بالخارج موزعين على أكثر من 70 دولة حول العالم. نعم. يتركز تقريبا معظمهم أو 70% منهم في دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية، ثم قطر وأمريكا فكندا. هاي الدول تقريبا اللي بتستحوذ على العدد الأكبر من المغتربين الأردنيين، والباقي موزعين زي ما حكينا على أكثر من 70 دولة. إحنا للأسف الأرقام اللي بتربطنا بالمغتربين هي فقط قيمة حوالاتهم السنوية اللي تقدر بأربعة مليار دولار سنويا. كانت قبل أزمة فيروس كورونا تتراوح بحدود 4.5 مليار، وبعد أزمة فيروس كورونا نزلت انخفضت قليلا لتصل لحدود 3.5. في المجمل ما حبيت أنوه إلو إنه قيمة حوالات المغتربين خلال من عام 2000 حتى الآن ما يقارب 100 مليار دولار. هاي الحوالات المالية عملت على الاستقرار النقدي، توفر الاحتياط من العملات الصعبة، حركت قطاعات مهمة ومتعددة عديدة عبرزها القطاع العقاري. أستاذ منير، يعني هذه المعلومات وهذه الأرقام متوفرة ويمكن الاطلاع عليها، لكن سؤالي لك، هل تدعو من خلال المقال إلى تقديم تسهيلات استثمارية خاصة وتختلف عن المقدمة لكل يعني المستثمرين، أن تكون هذه خاصة للمغتربين الأردنيين لتشجيعهم على استثمار أموالهم في الأردن؟ نعم يا سيدي، احنا حجم الاستثمارات الأردنية بالخارج تقدر بحدود 25 مليار دولار، 17 أو 18 مليار دينار. هذا رقم حقيقة الأردن خسر جزء كبير منه. الأصل هاي الأموال، أموال الأردنيين، الأصل أن تستثمر في الأردن وأن يفتح لهم الآفاق ويفتح لهم المجالات ويتم الاهتمام بالمغتربين بصورة أكبر. احنا آخر مؤتمر عمل للمغتربين كان بال 2015 قبل 8 سنوات، لم يؤخذ بتوصياته، لم يتم العمل عليها، لم يتم متابعتها، لم يتم عقد مؤتمر آخر من 2015 حتى الآن. فلذلك حقيقة إحنا مهملين جانب مهم من الاستثمار. نعم. طيب سيد منير، يعني ماذا عن مؤتمر المغتربين الأردنيين؟ لماذا هو متوقف منذ عام 2015؟ ما هذا، هاي النقطة اللي ركزنا عليها أيضا، إنه اليوم إحنا هذول الأعداد بنحكي عن 1 مليون نسمة، بنحكي عن أرقام حوالات سنوية كبيرة، بنحكي عن قيمة استثمارات مرتفعة جدا
بالخارج. إحنا الأصل أن يتم التركيز على هاي الفئة من الأردنيين ومنحهم حقيقة جملة من الإحصاءات، ويتم متابعتهم وتقديم كافة المشاريع الاستثمارية المتاحة بالأردن، تقديم تسهيلات لهم. التسهيلات تبدأ من قدومهم، يعني امبارح نعم. احنا شفنا الأزمة اللي كانت على معبر العمري والضجة اللي صار عليها وكذا، فإحنا نبدأ من بداية استقبالهم وتسهيل إجراء معاملاتهم بالأردن خلال فترة الصيف، وعمل مؤتمرات سنوية إلزامية نعم. لهاي المغتربين، يعني ونتمنى أستاذ منير كل المشاريع يعني الاستثمارية المتاحة لهم. نعم نتمنى يعني أن يكون هناك اهتمام أكبر من القطاعات الاقتصادية الرسمية في الأردن بالمغتربين، وأيضا نشكر جهود الأمن العام على يعني عملها المضاعف خلال هذه الفترة في المراكز والمنافذ الحدودية لتسهيل إجراءات الدخول والخروج إلى المملكة. الخبير الاقتصادي منير دية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.